شكرا حمد بن طويرش الوهيبي، نتواصل من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين، عن طلاقتنا هذه الفترة المسائية التي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا. شوطنا الأول للأبكار الثنائي المهجنات الأصائل انطلق بحفظ من الله ورعايته، متمنيين التوفيق والنجاح لجميع الشعارات المشاركة في هذه الأشواط. نذهب مباشرة كالعادة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة ومن تقود المسيرة. أرى خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير، ومن يرافق هذا الشعار والانطلاق لخيال مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، تليها مباشرة مع المركز الثاني الواصل الشايب لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع انطلاق الشايبة بعملية التدريب والتضمير والعناية التامة للشايبة. ثالث المراكز الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة المجازم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع انطلاق الشاهينية وهي محتلة مع المركز الثالث. نقلة مباشرة مع المركز الرابع الواصلة والمنطلقة مشاهدينا الكرام، هنا من تتقدم بهذا المسار هو الانطلاق بشعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي، من يتابع هذا الانطلاق والمسار ويقدم لنا سلهودة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي. النقلة مباشرة مع المركز الخامس الواصلة الشاهينية لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع انطلاق الشاهينية وهي محتلة مع المركز الخامس. المركز السادس وصول وقدوم من الشاهينية لهجن الرياسة، من يتابع الانطلاق والمسار أحمد بن مايد الخيلي الفيلسوف رجل الخطوط النهائية، يرافق هذا الشعار ويرافق الشواهين مع المركز السادس والسابع المملوكات لهجن الرياسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي، من يتابع هذا الانطلاق. ثامن المراكز نرى اللي في المركز الثامن، انتخر ونشوف اللي في المركز الثامن، من تصل مشاهدينا الكرام الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، متابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز تصل الشاهينية بقيادة المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري، من قدم لنا الشاهينية في شوطنا الماضي هو الشوط الأول الرئيسي للمحليات الثنايا، يقدم لنا الشاهينية في شوطنا الأول للمهجنات الأصائل. المركز العاشر تتقدم بشاير تعود الملكية لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع، يتابع هذا الانطلاق. هكذا النتيجة، هكذا الأداء، هكذا المسار، عدينا لحضراتكم العشر الأوائل المتقدمة كاملة مكملة لهذا الشوط المهجنات الأصائل. ونعود إلى مقدمة الشوط مباشرة إلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة. هل حدث تغييرا مع خيال؟ خيال خيال، ولكن الشاهينية غيرت الأمور، تقدمت الجميع، انطلقت إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. يا سلام لهجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري أبو سعيد، يتابع انطلاق الشواهين مع المركز الأول ومع المركز الثاني المملوكات لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث تنضم مباشرة هنا وتغير للمركز الثاني الشايبة لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيري، يتابع انطلاق الشايبة في عملية التضمير. رابع المراكز تأتي مشاهدينا الكرام سلهود الهجن الرياسة مع الظافر علي بن يميل الوهيبي أبو اليمايل، يتابع انطلاق الشايبة ويتابع انطلاق سلهودة المملوكات لهجن الرياسة مع المركز الثالث والرابع. المركز الخامس تأتي خيال باسم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز السادس والوصول من الشاهينية تأتي لهجن الرياسة بقيادة أحمد بن مايد الخيلي، يتابع انطلاق الشاهينية وهي محتلة مع المركز الخامس. المركز السادس الشاهينية لهجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري أبو ذياب، من يرافق الشاهينية في هذا الانطلاق والمسار. وصول مع المركز السابع وقدوم من الشاهينية لهجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي، يتابع الانطلاق. وصلنا إلى انتصاف المسافة الأربع كيلومتر، انتهى أمرهن، ما تبقى
الحلقة إلا مثلهن. يا سلام الشاهينية تصل لهجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز الثامن. المركز التاسع تصل الشاهينية لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع الانطلاق. المركز العاشر الوصول والقدوم هنا من تاتي مشاهدينا الكرام وصلت أبها أول إذاعة لأبها لهجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع انطلاق أبها. هكذا النتيجة هكذا مسار الشوط هكذا انطلاقه شوطا لا يقل أهمية شوطا خصص للمهجنات الأصايل 3 كيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن خط النهاية. وصلنا إلى جسر العبور قادمون إلى جسر العبور وهناك تتضح الأمور. مقدمة الشوط والمركز الأول من تسيطر مع القيادة هناك الشاهينية مع مقدمة الشوط مع المركز الأول لهجن الرياسة. هنا يقدمها المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع هذا المسار للشواهين مع المركز الأول والثاني بوسعيد يرافق هذا الشعار شعار هجن الرياسة ويقدم لنا الشواهين مع المركز الأول ومع المركز الثاني. المركز الثالث سلهود الهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يتابع الانطلاق 3 كيلومتر وصلنا إلى جسر العبور. المركز الرابع خيال مع المركز الرابع ليسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير يتابع الانطلاق هنا ولكن تتقدم الشاهينية. وصل المستحيل يقدم لنا الشاهينية الهجن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتابع هذا الانطلاق والمسار للشاهينية مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس المراكز الشايبة لهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع الانطلاق للشايبة يقدم لنا هذا المسار للشايبة بعملية التضمير. الوصول من خيال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير ولكن وصل هنا الفيلسوف. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة الفيلسوف أحمد بن مايد الخيلي يتابع هذا الانطلاق. وصول من الشاهينية لهجن الرياسة مع المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع انطلاق الشاهينية. تنضم أبها لهجن الرياسة مع بوليمايل الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع هذا الانطلاق. قدوم من الشاهينية لهجن الرياسة مع أحمد بن مايد الخيلي من يتابع الانطلاق للشاهينية ولكن نعود ولا نعود إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول إلى الشاهينية. والشاهينية هن في مقدمة الشوط لهجن الرياسة مع المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يا سلام وسعيد من يتابع الانطلاق أسعد الله مساك يا بن زيتون 2 كيلو لا غير 2 كيلو عن الناموس 2 كيلو على الانتصار. هنا مشاهدين الكرام إذا شعار هجن الرياسة يعلن الوجود مع الصدارة ومع الناموس باختلاف المضمرين الفطاح للكبار. هنا المجازف هنا بوليمايل الظافر هنا المستحيل. يا سلام القيادة هنا مع المجازف ومع الشواهين مع المركز الأول ومع المركز الثاني. يا سلام لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع انطلاق هنا الشاهينية مع المركز الأول والشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث سلهود لهجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع انطلاقها الشاهينية لهجن الرياسة مع المركز الرابع مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتابع الانطلاق المستحيل للشاهينية مع المركز الرابع. المركز الخامس القادمة الواصلة هنا الشاهينية لهجن الرياسة مع الفيلسوف أحمد بن مايد الخيلي ولكن أبها تتقدم بهجن الرياسة مع الظافر علي بن ميل الوهيبي من يتابع الانطلاق لأبها. نعود إلى البداية المنعطف الأخير الشاهينية مع المقدمة الشاهينية على الصدارة على المركز الأول. يا سلام المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتابع انطلاق الشاهينية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. الكيلومتر الأخير اقتربنا إليه بانت المنصة بانت الأمور. يا سلام الشاهينية مع البداية مع مقدمة الشوط كيلو لا بعد كيلو إلا الناموس إلا الفوز. المجازف يعلن الحضور مع الشاهينية مع مقدمة الشوط سلهودة
عليها الظافر علي بن ميل الوهيبي بولي مايل وتابع انطلاق سلهودة. ولكن هنا الشاهنية ما شاء الله تبارك الله، يا سلام على هذا الاداء الذي تقدمه الشاهنية، تبي تغادر بالفوز والناموس، بالفعل غادرت، انطلقت انطلاقة الناموس والفوز والانتصار. يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء الذي تقدم الشاهنية بدون اي اوامر. تهانينا والناموس، صدرت الاوامر يا المجازف، ما شاء الله تبارك الله، عيني عليك باردة. صلاة الرسول، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، على هذا الاداء الممتاز الذي تقدمه هنا الشاهنية، تغادر بالفوز والانتصار. سلام المجازف، سلام سلام بن زيتون، سلام على هذا الابداع الذي قدمته في هذا المساء. من يتابع انطلاق الشاهنية لحقن الرئاسة، تغادر بحفظا من الله ورعايته الى خط النهاية، الى الفوز، الى الانتصار، الى الناموس. سلام الرئاسة، سلام سلام الاحمر، سلام سلام للمجازف، سلام. سعد الله مساك يا ابو سعيد على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير المركز الثاني. من وصلة مشاهدينا الكرام في المركز الثاني، ننتظر المركز الثاني الشاهنية، بالفعل هجن الرئاسة. تهانية والناموس للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير المركز الثالث الشاهنية، هجن الرئاسة مع المستحيل. رابع المراكز الشاهنية لهجن الرئاسة، خامس المراكز أبها لهجن الرئاسة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. هكذا مشاهدينا الكرام ننتظر التوقيت الزمني. هاي الشاهنية إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. مخرج العزيز عطنا التوقيت الزمني أسامة الهواري، عطنا التوقيت الزمني للشاهنية أثناء وصولها إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، 12 دقيقة 29 ثانية 5 12 دقيقة 29 ثانية 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنية المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. انتظر المركز الثاني، انتظار المركز الثاني من المخرج العزيز اللي هي الشاهنية لهجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس. لحظة الوصول للشاهنية، توقيت الزمن للمخرج العزيز 12 دقيقة 41 ثانية 6 من الأجزاء. المركز الثاني هي الشاهنية لهجن الرئاسة، تهانينا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ثالث المراكز الشاهنية لهجن الرئاسة بقيادة المستحيل، 12 دقيقة 44 ثانية جزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهنئة للمستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والتهنئة لهجن الرئاسة هذا الشوط للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الكلمة للزميل ياسر الضيوفي. شكرا للزميل حمدان الجحافي.